خوار هاد الشيء راه يعني مجموعه فولكلوريه اللي كنمثلوا جميع تقريبا واحد العديد ديال الالوان الموسيقيه اللي منها كنمثلوا التراث الهواري. يعني حنا ماشي هوار، حنا سواسه وولاد المنطقه ديال سوس وشلوح، ولكن غير فقط تعرفنا بهاد الهواريه. فوالا بهاد المساله الهواريه يعني كنفرجوا الناس الحضور اليوم ديالكم الشيره مع الجمهور الكثير. يعني بطبيعه الحال غادي يكون واحد الحضور اللي هو رائع جدا، واحد الحضور اللي هو زوين باش انك تكون وسط المدينه ديالك ووسط الحباب ديالك ووسط الناس ديالك ووسط الجمهور ديالك. هذه واحد الحاجه اللي حنا كنفتخروا بها وكنعتزوا بها، وكذلك كيف ما كتشوف واحد الاجواء اللي هي رائعه بزاف. باش كتجيك الثقافه ديال بوجلود؟ الثقافه ديال بوجلود يعني هذه واحد هذا واحد الموروث، واحد الموروث الثقافي اللي ورثناه ابا عن جد. حنا لقيناه والاباء ديالنا كذلك لقوه يعني جدا عن جد، وهذا الموروث هذا كل جيل كيحاول يطوره، كل جيل كيحاول يزيد فيه اللمسه ديالو البصمه ديالو، وكذلك حتى حنا بدورنا كنحاولوا نزيدوا واحد اللمسه ديالنا. يعني كيف كتشوفوا دابا بوجلود راه ما بقاش بحال الاول، بوجلود راه كيتطور لا من ناحيه اللبسه لا من ناحيه الكرنفال. يعني كتشوفوا ديكورات مزيانين، جمعيات يعني دابا تبارك الله كتشوفوا منصات اليوم اكبر، فنانين اليوم اكبر. يعني هذا الشيء كيزيد كيعزز في واحد المكانه ديال هذا الموروث هذا، وكنتمنوا من الجمعيات يحافظوا عليه وان شاء الله. كنشكركم بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. جمال معتصم المدير الفني للصغره الختاميه، هذه التظاهره هذه اللي هي في الحقيقه تظاهره اللي توجت واحد يعني الاحتفالات في ايسياس، ايسياس بمعنى الساحات التاريخيه اللي عندنا في التجيره. واليوم احنا من خلال هذا الحفل هذا الختامي يعني ما كناش كنتوقعوا بان غيكون هذا الانزال الجماهيري اللي جاي الناس، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على الارتباط الوثيق بين الناس الساكنه ديال مدينه التشيره وخارج المدينه ديال التشيره، اللي كيجيو على اساس انهم يشاركوا ويحتفلوا معنا في هذه الاحتفالات ديال بيل ماون بود ماون. اذا هذه من هنا غنوصلوا واحد الميساج بان بيل ماون بود ماون خصنا نعتبروه واحد قاطره اساسيه للتنميه اللي غادي تنبثق من المدينه ديال التشيره اللي هي عاصمه الفن بامتياز، على اساس ان هذا الموروث هذا يوصل للعالميه ان شاء الله. فرصه سعيده انه نتلاقاو معكم في هذا الميراجان ديال بيل ماون بود ماون، يعني اللي رجع واحد الحياه ديال التراث ديال مدينه التشيره على مستوى بيل ماون بود ماون. هذه فرصه سعيده انه يعني التنظيم ديال المجلس البلدي مع الجمعيات ديال المجتمع المدني على مستوى تيكمو فلا والحري ايتو به كذلك تضناعرت، يعني واحد المستوى كبير اللي كتعيشوا المدينه ديال التشيره. كنتمناو انه تكون الاستمراريه من هذا الموروث الثقافي ديالنا. كنتمنى لكم وسائل الاعلام انهم تسوقوا هذا المنتوج هذا. الحمد لله على بصدد انه السنه المقبله ان شاء الله هذا المهرجان غادي يضاف ليه معيه المجالس ديال اكادير، غيكون في واحد المستوى اللي هو كبير. نتمنى انه يكون التنظيم في نفس الوقت يفهمونا الناس اللي هما كيتفرجوا التشيره اليوم تتحرك. كاين واحد الاقبال كبير، يعني كاينين الزوار ديال على المستوى الوطني، كاينين العائلات اللي جاو من برا، كاينين الناس ديال الجاليه، كاين يعني التشيره الحمد لله في واحد الوجه مشرف بالنسبه للايام الصيفيه. في نفس الوقت لوموست عندنا البرنامج ديال تيوريوسا، يعني لوموست 7 6 7 8 كاين المهرجان ديال قناوه الطريقه ديال الكلاسيكيه بحال يعني بحال قناوه ديال الصويره. في نفس الوقت كاين المهرجان ديال تيروبا، في نفس الوقت شهر 8 كاين الطبوريضه، يعني شهر 7 و 8 يعني برامج حافله. نتمنى من الله انه يكون التوفيق، ومره اخرى كنشكركم على التغطيه ديالكم ديال الحدث، مره اخرى كنشكركم وتحيه.